ليكي ليكي، قال في وحده بالسجن كانت بدها تعلمني شك خرز، قلت لها يقطع عمره لهالشغله، ما بدي خرز على الخرز وخرز على اللي بده يمقمق عيونه وهو عم يشتغله. اها عيونه تكوني محلي شو بتعملي؟ مشو اللي قتل امي ليكو برات السجن. امي ماتت هي وعم تدافع عني من هذا الحيوان، وانا بدي اخذ لها حقها. ليش مو ابوكي سبع البرومبا عشان القضيه جريمه شرف؟ مزبوط، شفتي بعينك طلع شايلها مشان المصاري مو مشان حكي العالم. بس انا بدي اخرب هاي القصه كلياتها عليهم، وبايدي هدول بدي رجع اللي قتل امي لجوات السجن. صعبه والله، قلك مو صعبه بكون عم بكذب عليكي. طب نوها، هلا انا اذا تجرأت واخذت حق امي بايدي ما رح اقوى بحياتي وصير اخذ حقي انا كمان؟ بدل ما اقضيها كل هذا العمر خايفه من كل شيء؟ ليش شو هو الخوف؟ ما نقول لا بيعض ولا بيشرب دم. الخوف وهم، وكل الاوهام بس تكسريها مره واحده ما بقى بتطلع لك مره ثانيه وحياتك. تساعديني؟ لعيوني.